تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود. أعرب سموه فيها عن صادق تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، مبتهلا إلى البارئ جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات.